ملحق ليس كأي ملحق، فقد أصبح مرسما للفنانة غالية وعالمها، إذ أصبح متنفسا لها بعد أن فقدت والدها قبل 4 أعوام، ففرغت طاقتها بتشكيل الطين ورسم لبعض اللوح. بداية كانت من وفاة الوالد، بعدها دخلت في الأشياء هذه. تعرف لما تقول أنت من الناس اللي ما تعرف تتكلم، ما تعرف تعبر، ما تعرف تصيح، الأشياء هذه تحتاج عالم ثاني تدخل فيه تطلع كل اللي في داخلك. هنا أنا أقول لك بدأت أتعمق فيها. نحتت غالية أكثر من 35 منحوتة، ولكن هنالك منحوتة غالية على قلب غالية. أنا امرأة سعودية وفخورة بأني امرأة سعودية لسبب محمد بن سلمان. فتح لنا أبواب كثيرة، مكننا من القيادة، مكننا من مسك مناصب كبيرة في البلد. غير كذا هو أكبر داعم لنا في أي أعمال فنية، سواء للنحاتين، الرسامين، المصورين وغيره. كفاية مؤسسة مسك الخيرية، كنت أحد البنات السعوديات اللي قبلت أنها تمسك انترنشيب في إيطاليا. في عالم النحت قد يواجه الفنان بعض الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، فما الذي واجهته غالية؟ لما ترجع تاريخيا سابقا، ما كان عندهم تصوير، ما كان عندهم، يعني كان ليوناردو دافنشي لما يجي عشان يتقرب من الملكة ويتقرب، يعني كان ينحت له منحوتة كان يقدم لهم إياها. أغلب الرسامين كانوا كذا يسوون، أغلب المنحوت النحاتين كلهم كان ينحت ويقدم لك إياها هدية. مع الأزمان صار الناس يدخلون فيها أنه وجدوها ما يعرفوا إيش هي، فيدخلوا فيها أنه كأصنام، يدخلوا فيها أنه عبادة. أرجع أقول لك أنا ما أؤمن أنه في الشيء هذا أبداً. الجدير بالذكر أن غالية ابتدأت التعلم بمقاطع مبسطة على اليوتيوب، واليوم هي مدربة تقدم فن النحت وما زالت تتعلم، لأن الفن متجدد. مهند المالكي لقناة الإخبارية، الرياض.